السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. بتكليف من الرئيس الأسد، وزير الإعلام يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد. الشرطة العراقية تزيل مخلفات داعش الحربية في نينوى بنحو 7000 صاروخ وعبوة. والدفاع الروسي تقول قوات نظام كييف تواصل قصف المناطق السكنية في دونباس رغم وقف إطلاق النار. رئيس بشار الأسد قدم وزير الإعلام بطرس الحلاق التهاني للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وزار وزير الإعلام مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها أرماشنا البنديان، ونقل تهاني الرئيس الأسد بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام له ولأبناء الطائفة الكريمة. بدوره شكر المطران البنديان الرئيس الأسد على تهنئته الكريمة، داعيا الله أن يحفظ سوريا وشعبها وجيشها، وأن يرحم شهدائها ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها، وأن يوفق الرئيس الأسد متمنيا أن يحمل العام الجديد كل الخير للشعب السوري. واحتفلت الطائفة الأرمنية التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد وأقيمت الصلوات والقداديس. مع استمرار انقطاع المياه منذ نحو 70 يوما عن حوالي 1 مليون شخص في مدينة الحسكة وضواحيها دون أن يكون هناك أي بوادر للحل، أطلقت مديرية الصحة في المحافظة حملة تطعيم ضد الكوليرا خوفا من انتشاره وتحوله إلى جائحة. نحو 400,000 من أهالي محافظة الحسكة حصلوا على لقاح الكوليرا خلال أقل من أسبوعين في حالة وعي واضحة من الأهالي للمرض وضرورة عدم تحوله إلى جائحة في ظل استمرار انقطاع المياه عن مدينة الحسكة وريفها منذ قرابة 70 يوما دون أي آفاق للحل. للأسف بسبب الحصار المفروض على هذه المحافظة ووجود الاحتلالات وقطع المياه المتكرر عن هذه المدينة، وبالتالي لجوء الأهالي إلى مصادر قد تكون غير موثوقة للمياه، ظهرت هذه البؤر من الكوليرا. كان جهود محلية وجهود الوزارة وأمنة اللقاح، مجرد توافر اللقاح كان هناك إقبال لافت من قبل الأخوة المواطنين على فرقنا الجوالة ومراكزنا الثابتة، لأن اللقاح هو كأحد الخيارات الممكنة لدى المواطن، لأنه أحياناً يضطر لاستخدام هذه المياه الملوثة الغير آمنة من مصادر غير موثوقة. من أول يوم لحد الآن في إقبال كثيف على حملة الكوليرا، أعداد مثل ما يقول كثيفة، وبالأخص أنه ما شاء الله يعني الناس واعية وفهمانة عم تأخذ اللقاح، هي وأطفالها وكامل الأهل عم يأخذون اللقاح. عدم توفر مصدر دائم للمياه واضطرار الأهالي للحصول عليها عبر الصهاريج غير معروفة المصدر دفع بالأهالي للإقبال على الحملة وتلقي اللقاح لوقاية أنفسهم وعوائلهم من الكوليرا التي تعد المياه الملوثة السبب الرئيسي لانتشاره. بالنسبة لوقاية المياه، لأن مية مقطوعة من الحسكة وعم نعبي من الصهاريج ما نعرف مصدرها من وين، أخذنا لقاح لجميع العمار الأطفال. أنا أخذت اللقاح، اللقاح وقاية من هالمي، ما نعرف مصدر المي منين اللي عم يجي على مدينة الحسكة. نحن وأطفالنا وأي إنسان ثاني أخذنا اللقاحات هاي وقاية من هالأمراض اللي عم تجينا من سبب المي. ضمن هالظروف مفروض إنسان يحافظ على نفسه من الأمراض المعدية السارية الموجودة
أخذت اللقاح أنا بمحافظة الحسكة نتيجة الظروف الصحية السيئة، المياه ملوثة، فحماية على صحتنا وعلى صحة أولادنا. مع استمرار أزمة مياه الشرب في الحسكة وتعثر جهود إنهائها مجددا، فضل غالبية السكان وقاية أنفسهم من الكوليرا التي سجلت المحافظة حالات عديدة فيها أواخر الصيف، وحماية أنفسهم من أي انتشار إضافي للمرض. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. بالتزامن مع عودة الأهالي إلى قراهم، بدأت مديرية الخدمات الفنية ومجلس المدينة في محافظة دير الزور بتأهيل الطرق الزراعية في بلدة المريعية وحويجة المريعية لتسهيل حركة الآليات الزراعية. بعد عودة أغلب أهالي بلدة المريعية وحويجة المريعية إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، باشرت مديرية الخدمات الفنية ومجلس مدينة دير الزور بتأهيل طرق زراعية عدة أمام حركة الآليات للتخفيف من معاناة المواطنين. عاد عدد كثير من أهالي قد يتحوج المراعية التابعة لبلدية المراعية، ونتيجة الأعمال الإرهابية التي توقعت على هذا القرية مما أدى إلى تضرر كافة البنية التحتية ومنها الطرق. حاليا نقوم كورشات مديرية الخدمات الفنية بإجراء عملية إعادة الطرق وتسويتها وإعادتها من أجل خدمة المواطنين. قامت مديرية الخدمات الفنية بفتح الطريق الرئيسي الشريان المؤدي إلى حويجة المراعية تمهيدا لعودة الخدمات وإعادة البنية التحتية لهذه البلدة الصغيرة، ونأمل من خلال هذا العام أن تعود عجلة الحياة والعمل بشكل آمن ومطمئن. التأهيل شمل طرقا زراعية عدة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور في بلدة المريعية ليتمكن الأهالي من إدخال آلياتهم الزراعية والبدء بتأهيل البنى التحتية للبلدة. تم فتح طريق حويجة المريعية بعد إغلاق دام أكثر من 10 سنوات، وحسب عودة الأهالي الذي بلغ عددهم تقريبا حوالي 500 عائلة ودخولهم دخول آمن وكريم إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، حيث هذا الطريق يخدم أكثر من 3000 أو 4000 دونم من الأراضي الزراعية الخصبة. رجعنا لأراضينا وحاليا إن شاء الله الخير لقدام. يعني هذه الطرق تساهم في خدمة المواطنين وتسهل حركة آلياتهم الزراعية، وتسهم بعودة آمنة للمواطنين العائدين إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية. محافظة نينوى العراقية إزالة كل المخلفات الحربية التي خلفها تنظيم داعش بان سيطرته على المحافظة. هذا وتمكنت القوات الهندسية التابعة لقيادة شرطة نينوى بالتعاون مع القوات المساندة من إزالة ورفع نحو 7000 صندوق عبوة ناسفة ومناطق بسهل نينوى، والتي كانت موزعة بين قضاء الحمدانية وقضاء تلكيف ونواحي بعشيقة وبرطلة والقوش وقرقوش وبعض القرى شمالية العراق. أعلنت مجموعة عرين الأسود تنفيذ عمليات عدة لإطلاق النار تجاه حواجز لقوات الاحتلال في نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت عرين الأسود إن عملياتها استهدفت معسكر حوارة وحاجزي عورتة وحوارة. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الطور. أفاد موقع I24 نيوز في إعلام العدو أن إسرائيل تبني جدارا إسمنتيا يفصلها عن غزة للدفاع ضد الصواريخ المضادة للدبابات. وذكر المكتب الصحفي لجيش الاحتلال أن سلطات كيانه باشرت بالفعل بإقامة الجدار الإسمنتي لتعزيز أمن المستوطنات الأقرب إلى الجانب الفلسطيني، وسيتم بناء الجدار بطول حوالي 5 كيلومترات إضافة إلى إنشاء ممرات للدراجات في المنطقة. قال أفي بنياهو العميد الاحتياطي في جيش الاحتلال إن وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تمنع أعضاء سلاح الجو الإسرائيلي الذين يحملون جواز سفر أجنبي من التحليق بطائرة F-35 من نوع أدير. وأوضح بنياهو أن السبب هو خشية واشنطن من تسرب تقنيات تكنولوجيا
تكنولوجية ومعلومات حساسة. وتصنف طائرة أدر من نوع شبح متعددة المهام، تستخدم للمهاجمة وجمع معلومات استخبارية، والوحيدة التي لديها حجرة تخزين وسائل قتالية غير قابلة للكشف، فيما تبلغ كلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، والتي حصل الكيان على 50 منها. هذا وكان سلاح الجو في جيش العدو قرر إيقاف 11 طائرة F-35 من نوع أدر لحاجتها لفحص خاص نتيجة احتمال حدوث عطل فيها. قالت الدفاع الروسي أن نظام كييف واصل استهداف وقصف مناطق ومواقع القوات الروسية رغم التزامها بهدنة وقف إطلاق النار الساري. رغم وقف إطلاق النار، استمر نظام كييف في قصف المناطق ومواقع القوات الروسية التي ردت وقضت على أكثر من 180 جنديا أوكرانيا، إلى جانب هزيمة مجموعتين هجوميتين وثلاث مجموعات تخريب وتدمير قاذفة ورادار لنظام الصواريخ الأوكراني S-300 المضاد للطائرات. وبالقرب من قرية ماريفكا بالدونيتسك، أسقطت القوات الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 وخمس طائرات دون طيار في لوغانيسك وخيرسون. أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن إدارة بايدن لا تراعي العواقب الخطيرة الناجمة عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك في تعليقه على إرسال مركبات برادلي. هذا وفيما اعتبر جو بايدن أن النزاع في أوكرانيا وصل إلى نقطة حرجة، وأن على الغرب فعل كل ما في وسعه لمساعدة كييف. أعلنت واشنطن بيع صواريخ جو تكتيكية وقنابل موجهة إلى فنلندا، بينما كشف البنتاغون عن توقيع عقد لإنتاج صواريخ أرضية مضادة للسفن لرومانيا. الدعم الغربي المفتوح والمكلف لكييف لم يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأكيد أن النزاع في أوكرانيا وصل إلى نقطة مهمة وحرجة، ويجب على الغرب مساعدة كييف، وذلك جاء بعدما أجرى على حد قوله مناقشة طويلة مع المستشار الألماني أولاف شولتز حول الوضع في أوكرانيا والتعاون في إطار التحالفات الغربية في أوروبا. وثيقة نشرت على موقع البنتاغون تتضمن حصول شركة ريثيون ميسلز أند ديفنس، والتي تنتج مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوية والصواريخ والأسلحة الدقيقة، على عقد بقيمة تتجاوز 208 ملايين دولار لإنتاج صواريخ بحرية ضاربة لنظام الدفاع الساحلي الروماني، وسيتم إنتاجها في النرويج والولايات المتحدة وألمانيا، التي زودت أوكرانيا سابقاً بدبابات ماردر ونظام باتريوت. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، جمع وزيرة خارجيتها أنلينا بيربوك مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي، كشفت برلين أنها تعمل مع الحلفاء لمعرفة ما يمكن فعله لدعم أوكرانيا. قد أشرت بالفعل إلى أنه من المهم بالنسبة لنا أن نراجع باستمرار، خاصة مع شركائنا وحلفائنا، تبادل الأفكار بشكل أوثق من أجل دعم الأوكرانيين بالأسلحة والمساعدات الشتوية وتوقيع عقوبات على روسيا حتى يمكننا العيش بحرية وسلام. في أول حوار استراتيجي ألماني بريطاني، أبدت برلين ولندن مساعيها لتضمن تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان فرنسا التزامها تزويد أوكرانيا بدبابات استطلاع خفيفة. نحن نتحرك بسرعة كبيرة ونقوم بقدر كبير من العمل الجيد. نحن نرحب بشدة بالنبرة البناءة في المحادثات التي أجريناها بين المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية. ليست أول مرة تسعى فيها واشنطن لتأجيج صراع بذريعة المساعدات لتعلن بيع صواريخ جو تكتيكية وقنابل موجهة إلى فنلندا، في وقت تستعد الدولة غير المنحازة تقليديا للانضمام إلى حلف الناتو. استفزازات الدول الغربية العسكرية والسياسية ما هي إلى محاولات ضمن الحسابات المرجوة أن تتأثر بها روسيا أكثر، في الوقت الذي يواجه الناتو ثورة شك أوروبية تجاه الحليف الأمريكي الذي حرم قارتهم من امتيازات الطاقة الروسية الرخيصة للاعتماد على بدائل أمريكية بأسعار باهظة أو فرض سقف لأسعار النفط الروسي، والذي لم يقدم لأوروبا الحل المجدي.
كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف عن هدية رئيسية في رأس السنة، وهي أرسال فرقاطة الأميرال غورشكوف الحاملة لصواريخ تسيركون إلى قرب شواطئ الناتو. قد يعرف عن الروس برودهم الشديد، إلا أنهم في انتقاء الهدايا واختيار توقيت إرسالها أصحاب ذوق ناري. رسالة فرط صوتية وبلغة القوة أهدتها موسكو إلى شركاء الأمس الغربيين، محملة على متن درة البحرية فرقاطة الأميرال غورشكوف. ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وفي تصريحات نارية أكد الاستمرار بإنتاج كميات أكثر من السلاح الحديث ليعلن إرسال هدية صاروخية إلى شواطئ الناتو. هديتنا الأساسية في أعياد رأس السنة انطلقت أمس، وعلى متنها صواريخ تسيركون باتجاه سواحل الناتو، لتقف هذه السفينة في مكان ما على بعد 100 ميل من الساحل وتكون أقرب إلى نهر بوتوماك. ابتهجوا. سر دعوة الرجل للابتهاج يكشفه موقع نهر بوتوماك، فالنهر الذي يصب في الأطلسي يشكل في جزء منه الحدود بين ولايتي ميريلاندا وواشنطن عاصمة أمريكا. هنا جوهر الهدية وقوة المضمون، بمدى 1000 كيلومتر مع سرعة 9 ماخ والقدرة على حمل أي رؤوس قتالية، يستطيع تسيركون تخطي أي دفاع صاروخي موجود حاليا. وعبره يريد الروس إعادة كل من يحاول تهديد روسيا وحلفائها إلى رشده. موسكو التي حذرت واشنطن وحلفائها في الناتو من العواقب الكارثية للمواجهة الفعلية مع روسيا، تريد من إرسال فرقاطتها المحملة بتسيركون التأكيد على أنه لا يوجد أي سماح أو مغفرة للناتو ولذيوله الذين يقتلون شعبها. الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، وقبل إرسال الهدية الروسية، حذر من خطر التقليل من شأن روسيا التي وفق تحليله لا تنوي التخلي عن تحقيق أهدافها في أوكرانيا، أهداف يحلو لميدفيديف ربطها بالصاروخ تسيركون الذي سيسحق الجيفة النازية التي ظهرت بفضل الناتو وينتقم من كل مجرم قتل مواطنا روسيا. فهل ستنطبق مقولة ليس ما بعدها كما قبلها على هدية روسيا المبحرة نحو الأطلسي؟ لعل الإجابة في تسيركون. أجل مجلس النواب الأمريكي جلسة التصويت لاختيار رئيس له بعد 11 جولة اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية بحشد الأصوات لانتخاب مرشحها زعيم الجمهوريين في الكونغرس كيفن مكارثي رئيسا للمجلس. وعلى غرار جولات الاقتراع السابقة، أدلى النواب بأصواتهم في 5 جولات اقتراع جديدة باءت كلها بالفشل، إذ لم يتمكن مكارثي من إقناع حوالي 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوزي. وفي السياق، ذكر موقع إكسيوس نقلا عن عدد من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب أن الجميع يريد أن يكون القائد. قال شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني أن المدمرة الأمريكية أثارت ضجة بمرورها في مضيق تايوان، وأن قوات بلاده راقبت تحركاتها على طول الطريق. وفي وقت سابق، ذكر الأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة تشونغ هونغ مرت عبر مضيق تايوان لإظهار التزام واشنطن بحرية وانفتاح في المحيطين الهندي والهادئ. فجر إلقاء الأمن المكسيكي القبض على أوفيديو غوزمان، وهو ابن إمبراطور المخدرات المعروف باسم الشابو، موجة من العنف، وأجبرت السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان بعدما قتل وأصيب العشرات من قوات الأمن والمدنيين خلال اشتباك وعمليات نهب وحرق. هذا ويأتي اعتقال أوفيديو قبل قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل والتي سيحضرها جو بايدن. تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة التأكد من جاهزية مفرغات السدود وإجراء الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام مفيضات السدود واستكمال خطتها بتعزيل الأودية والمسيلات المائية لتصب في بحيرات السدود.
ست سدود تشتهر بها محافظة القنيطرة، ومع حلول فصل الشتاء وضمن استمرار جهود مديرية الموارد المائية في المحافظة، قامت المديرية بالتأكد من جاهزية مفرغات السدود بإجراء الصيانات الفنية اللازمة وتأمين الحماية لها واستمرار تعزيل الأودية والمسيلات المائية. كل عام قبل بداية موسم الأمطار تقوم مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة بالتأكد من جاهزية مفرغات السدود بإجراء الاختبارات الفنية لها والتأكد من سلامتها، إجراء الصيانات اللازمة لها، إجراء الحماية لها من تشحيم وغيره للحفاظ عليها وحمايتها من التلف، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام مفيضات السدود. بعد انتهاء موسم الري للموسم الماضي 2021-2022 الموسم الماضي، تم الحمد لله إتمام كافة وصول مياه الري بالمقننات المطلوبة لكافة المساحات اللي واردة بالخطة الزراعية. حاليا نحن وهاي للمرة الثانية على التوالي القيام بتجريب سكورة المفرغات للتأكد من جاهزيتها. نحن على بداية موسم مطري، يعني مو استعداد الموسم المطري تم من أكثر من شي شهر، استعداد الموسم المطري، استقبال الموسم المطري، إن شاء الله تكون التخزين بالسدود بالموسم هذا 2022-2023 إن شاء الله كويسة وجيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. 75% من الأعمال المنجزة لمديرية الموارد المائية في إطار الخطة السنوية للاستعداد لفصل الشتاء، حيث تقوم المديرية بجهود عمالها على اطلاع ومراقبة دائمة لسكورات تفريغ مياه السدود لمنع حدوث أي فيضانات. نحن موظفين بسد بريغا، احنا مسؤولين عن توزيع مياه للفلاحين اللي عم تزرع بالموسم الصيفي. هسه عندنا صيانة القناة الرئيسية المكشوفة، صيانة سكورة المي الراجحة انه شغالة ومستعدين يعني الموسم الشتاء. قامت مديرية الموارد المائية في قطاع مجلس بلدية سويسة بتعزيل المصارف المائية والمسيلات وفي الأودية ضمن قطاع البلدية خوفا من درء الفيضانات خلال موسم الأمطار في فصل الشتاء. تستمر مديرية الموارد المائية باستقبال طلبات الأهالي في المحافظة للعمل على تعزيل الأقنية والسواقي المائية لمنع حدوث الفيضانات على الأراضي الزراعية للأهالي. مي أبو دقة لقناة سما الفضائية القنيطرة. كرم بالعناوين. بتكليف من الرئيس الأسد وزير الإعلام يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد. الشرطة العراقية تزيل مخلفات داعش الحربية في نينوى بنحو 7000 صاروخ وعبوة. والدفاع الروسي تعلن أن قوات كييف تواصل قصف المناطق السكنية في دونباس رغم وقف إطلاق النار. إلى اللقاء.